عكس فكره بتوعي. عودتك للحياه من جديد مش ده حلم اكبر بكتير من اي انجازات ممكن تحققها؟ ممكن كلامك طبعا صح ان الصحه اهم من اي حاجه في العالم، او القرار كان طبعا جنوني شويه، بس انا كان في نظري هو النجاح والفشل دايما دي النقطه اللي ببص لها في حياتي. انا اتعودت ان احارب على فكره، اتعودت ان احارب وقت واضح كده طبعا من حتى لغايه النهارده على فكره في تيتس ما حدش عايز احققه، عشان كده مش هبطل دلوقتي، لان لسه قدامي 4 سنين كمان او 5، مش هسيب دلوقتي خالص. ستيل فايتنج للاخر. ايه الحلم بقى اللي انت عايز توصل له وبعد كده ممكن تهدى على نفسك يعني لما احس ان انا جبت، لما احس ان انا الانسان لما بيحس ان لسه عنده حاجات يقدر يعملها ما بيقدرش يوقف، لما احس ان انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، لكن عارف ان لسه عندي كتير ما طلعش. اوكي. فوقتها نزلت رحت الملعب بمسك مضرب التنس، حسيت ان هو كانك ماسك حاجه تساوي 50 كيلو، مضرب تنس خفيف ما بيبقاش فيه ولا عضله في الجسم. طب الملعب بعد ما كنت بوصل من في اجزاء من الثانيه للملعب كله، بقيت احس ان ملعب التنس كانه ملعب كوره حقيقي. انا مش بهرج والله العظيم، الناس لما شافوني ما عرفونيش، ودي كانت حاجه بتوجعني اكيد. الناس اللي وجدوني في المكان اللي كنت بتمرن فيه لما كانوا بيشوفوني شخصيا فبيسالوني انت حاجز ولا مش حاجز المكان اللي بتمرن فيه على طول، فده كان شيء. نازل الملعب 3 دقايق وخلاص، حتى كنت بلبس بنطلون او كده عشان اخبي، مفيش عضلات ولا في جسم ولا في حاجه. 5 دقايق روحت البيت ما قدرتش اكتر من كده خالص، وعمال افتكر بقى ان انا يعني 5 دقايق بالنسبه لي دولت زمان كنت بتمرن ب6 و7 ساعات، كنت باجي 10 كيلو في 44 دقيقه تقريبا وبتمرن. الحمد لله النهارده بعمل كده الحمد لله، بس يعني بس دلوقتي من وقتها لا، كانت بالنسبه لي صدمه يعني. رجعت البيت كذا يوم بعد كده، فجاه رجعت المستشفى تاني، ان حصل لي طرد عكسي مزمن اللي احنا كلنا كنا خايفين. طبعا طبعا طرد عكسي يعني الجسم يحارب النخاع والنخاع يحارب الجسم، ولو ما حصلش سيطره الموضوع انتهى برضه. طب وحاليا وصلت لايه بقى؟ يعني عايزين برضه نطمن على الكيس حاليا. حاليا بلعب بقى زي واحده زي 22 سنه تاني. ما شاء الله ما شاء الله ويقدرك يا رب. ما شاء الله.